نروح مع حضراتكم دلوقتي للصورة المبدعة، الحاجة اللي بتفرحنا. شايفة ان مهرجان العالمين ده كانت فكرة استثنائية الحقيقة، وكانت فكرة عظيمة. شكرا يعني اللي فكر في الفكرة دي، واتمنى انها تستمر. يعني دي النسخة الاولى، واحنا شايفين مفاجآت كل يوم بنشوفها بتحصل داخل مهرجان العالمين، وفعاليات استثنائية واجواء اسطورية. كل اللي بيزور العالمين بيشوف ده، وحتى اللي لسه ما جاش، يعني يمكن اصدقاء كتير من دول عربية بيبعتوا لنا ويسألونا وإيه اللي بيحصل في العالمين، وبيسألوا عن حجوزات وعايزين يجوا ويشاركوا ويشوفوا. وأعتقد أن الأعداد في تزايد مستمر في الساحل الشمالي، والناس مستمتعة جدا بكل الأجواء هناك. وإحنا هنروح مع حضراتكم دلوقتي على الهواء مباشرة لرامي محمد، مراسل التلفزيون المصري، موجود في العالمين الجديدة. يا رامي مساء الخير عليك، ولو يعني تقول لنا كده التفاصيل والأجواء عندك النهاردة في العالمين. مساء الخير هدير، مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان. من احد معالم مدينه العالمين الجديده، الممشى اللي موجود فيه دلوقتي، ومن حواليا العديد من الجمهور والحاضرين الى مدينه العالمين الجديده للمشاركه في الفعاليات، وايضا المشاهده لعدد من الفعاليات الكبيره الخاصه بمهرجان العالم عالمين اللي انطلق في 13 يوليو الجالي ومستمر حتى 26 من أغسطس المقبل. لو اتكلمنا عن فعاليات متنوعة ومختلفة، من استعداد الشواطئ لانطلاق عدد من البطولات والمنافسات والتحديات، نتكلم عن تحدي البادل، أيضا نتكلم عن الكرة الشاطئية وبطولة الجودو العربية، العديد والعديد من التحديات الرياضية اللي بتستعد كل شواطئ مدينة العالمين لانطلاقها خلال الأيام المقبلة. نتكلم كمان عن منطقة أنا مش بعيدة عنها، منطقة العالمين أرينا اللي استعدت منذ فترة، وانطلق من خلالها حفل الفنان تامر حسني، أول حفلات النجوم بمدينة العالمين الجديدة وداخل فعاليات مهرجان العالم عالمين. وبتستعد أيضا خلال هذا الأسبوع والأيام المقبلة أيضا لحفلات أخرى، منها حفل الفنان أحمد سعد، الفنان نانسي عجرم، الفنان راغب علامة، والعديد من الفنانين المشاركين في مهرجان العالم عالمين. كمان في العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، طبعا مهرجان الدراما هيكون حاضر بشكل كبير جدا خلال الأيام المقبلة. ويمكن الصورة الآن تظهر يعني من خلفي ومن أمامي العديد من الأسر المصرية وغير المصريين، وحتى المقيمين المصريين المقيمين بالخارج أتوا إلى مدينة العالمين لمشاهدة هذه المعالم وهذه الحالة المختلفة اللي بتشهدها مدينة العالمين، ما جعلها عنصر الجذب بشكل كبير جدا، ومشهد فيه تجربة سياحية ترفيهية فنية وثقافية بشكل كبير جدا من خلال كل الحضور. ويمكن الكاميرا تظهر من خلفي وجود لفئات مختلفة من الأسرة المصرية للاستمتاع بهذه الأجواء، وأيضا حالة الطقس الرائعة هنا في مدينة العالمين الجديدة. عودة إليك مرة أخرى يا رامي. يمكن بتغيظنا وانت بتقولنا حالة الطقس الرائعة من العالمين، والصورة من خلفك كلها بهجة وسعادة الحقيقة. ويعني مستمرين ان شاء الله مع حضراتكم في نقل الفعاليات. هنرجع لك يا رامي على مدار الايام اللي جايه لنقل كل فعاليات مهرجان العالمين، الفعاليات المستمره مع حضراتكم لحد يوم 26 اغسطس. انا بشكرك شكرا جزيلا رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديده. ارض العالمين الجديده ترحب بضيوفها من العالم اجمع، وبنوعدكم باجواء استثنائيه واجواء اسطوريه في العالمين، وطقس رائع وشواطئ مفيش احلى منها في العالمين. مستمرين مع حضراتكم ومهرجان العالم تحت مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين، مستمر لحد اخر الصيف. ان شاء الله تكون نسخه ناجحه جدا، نسخه اولى من مهرجان العالمين، وفعاليات كتير في الويك اند. كمان هيكون في حفلات للفنانين نانسي عجرم وراغب علامه والفنان احمد سعد يوم الخميس، ومجموعه كبيره من الفعاليات اللي بيتم تنظيمها على اعلى مستوى الحقيقه. والتنظيم هنا فارق، لأنه لما يكون عندنا عدد سواء من المصيفين أو من ضيوفنا من كل دول العالم ومن الوطن العربي، التنظيم هنا بيكون فارق. وإحنا بقى عندنا الريادة في مسألة التنظيم، بنشوف كم الشباب اللي بيشتغل في فعاليات زي مهرجان العالمين وغيره، شباب مشرف الحقيقة. والواحد بيبقى شايف إن سنهم صغير جدا، وفعلا هم فعلا بيطلعوا كتير جدا من اللي بيشتغلوا في التنظيم لسه في الجامعة وجايين يتدربوا ويشتغلوا، فلما يتدربوا في فعاليات عالمية زي دي تكون حاجة مشرفة. سعداء الحقيقة بمهرجان العالمين،